يعني من خلال هذا الابتكار ان هو يولد الكهرباء في بيته من طواحين كهرباء عاديه صغيره. مظبوط، وده اللي احنا بنسعى ليه. يعني مش بس طواحين الهواء، هي مطاحين الهواء هي سورس من مصادر الطاقه المتجدده، يعني زيها زي السولار انرجي، زيها زي توليد الكهرباء عن طريق الحراره. حضرتك ان احنا نتعرف على المهارات ربما او انواع المعرفه الجديده التي يطلبها سوق تكنولوجيا المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة بقى انا جايبة لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفراخ المشوية. طبعا الفراخ المشوية بتبقى موجودة في المحلات، واحنا ساعات بنقلق منها وبنخاف، فاحنا طبعا ايه هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي احنا هنعمل فراخ مشوية باسهل طريقة وما بتاخدش مننا وقت، وان احنا مش هنحتاج ابدا ان احنا نشتريها من بره، حتى لو ان احنا مستعجلين او عندنا عزومة او حاجة بنتبلها. طبعا الميزة ان احنا بنتبلها من بالليل زي ما احنا شايفين، او بتاخد لها على الاقل 4 5 ساعات. مقاديرنا هي فرخة متنظفة كويس قوي ومغسولة ومنقوعة كويس جدا اهيت، ومتحززة كده اهو زي ما احنا شايفين، مقطعاها في الصدر كده اهو، عاملة حزين كده ومقسومة نصين بالطول، وبصلتين كده اهوت متخرطين شرايح، طماطماية، وهنا في فص ثوم وشوية كمون صغيرين، وبابريكا كاري وبهارات وملح وفلفل اسود وشوية سكر صغيرين. تمام، هنشوف بقى احنا ان شاء الله هنشوف ايه هنتبلها ازاي. طبعا اهم حاجة واهم تركية ان احنا هنتبلها من بالليل، او بنديها حتى 4 5 ساعات في التتبيلة ديت. عايزة تحطي زبادي حطي، عايزة تحطي ليمون برضو حطي، بس انا ايه كنت نقعها في الليمون. بنحط البصل وبنحط كل البهارات بتاعتنا اللي هي الكاري والبهارات والملح والفلفل الاسود والسكر، وبنضربهم كويس قوي، نخلطهم كده كويس قوي مع بعضيهم. تمام، وفص الثوم طبعا اهي، وبنخلط كل الخلطه دي على بعضيها كده اهوت عشان ايه تشرب. سهلة جدا يا جماعة، الفراخ المشوية بتبقى سهلة جدا جدا وما بتاخدش مننا وقت خالص زي ما هنشوفها دلوقتي اهي. بسم الله اهي، تمام كده اهي. زي ما بقول عايزة تضيفي ليمونة ماشي، وعايزة تضيفي زبادي برضو تمام، برضو الزبادي بتديها برضو طراوة، بس انا بجيب اللي هي اسهل وابسط طريقه بابسط مقادير عندنا موجوده في البيت. تمام اهي خلاص، وبجيب الطماطمايه المتخرطه وايه، وبنخلط برضو كل التتبيله دي على بعضيها. تمام، لازم نخلي التتبيله بتاعتنا دي كلها تتشرب ايه من بعضيها، والافضل طبعا لو ان احنا ايه نسيب التتبيله ديت شويه قبل ما نحطها على الفراخ علشان كلها ايه تتشرب من بعضيها، حوالي 5 دقايق كده وبعدين نبقى نحطها على الفرخ. خلاص اهيت، ادي التتبيله نقعت اهيت شويه وتشربت شويه من بعضيها، تحس ان هي الطعم كله دخل في بعضيه. تمام، وبعدين هجيب بقى الفرخه اهي، بجيب صدر الفرخه، الفرخه دي اهي بسم الله الله اكبر، وبنجهزها بقى هنا بسم الله، وبجيب بقى التتبيله وبحط عليها، بحاول ان انا بسم الله الرحمن الرحيم ادخل، بصوا في الحتت اللي انا مقطعاها دي اهي، قطعها قطع الصدر حتتين، ده بيسهل طبعا معايا في التسوية، وكمان بيسهل في ان الفرخة بسم الله الله اكبر
تستوي معايا اسرع اهي. بصوا تتبيله سهله جدا، والورك كمان مقطعه الاصابع اهيت، برضو عامله فيها قطعه صغيره تمام، وعامله كمان هنا تمام كده. اديني حطيت على الفرخه التتبيله كلها وبقلبها من جوه اهي. بسم الله اهي، حطيت التتبيله بتاعته كلها اهي. قلت اخلي ادي كده اول نص تبلناه بسم الله اهي. بسم الله نجيب بقى نص الفرخه التاني بسم الله الله اكبر بسم الله. ادي نص الفرخه التاني اهو برضو، وهبدا برضو ادي التتبيله بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين برضو في الفتحات بتاعه الصدر اهي. اهي الفتحتين اللي انا برضو عاملاهم، فتحه عامله فتحه واحده بس ايه، وبرضو الفتحتين بتوع الورك اهي بسم الله. وهنا برضو اهي تمام. وبقيه التتبيله بحطها ايه عليها برضو من جوه اهي، عشان تبقى كلها معاها في التتبيله. هجهز جاهزه بقى ونشوفها ايه مع بعضنا. اجي بقى يا جماعه الفراخ اهي بعد ما تبلتها اهي، بنسيبها بقى في التتبيله ديت قد ايه؟ زي على قد ما نقدر، ممكن بس مش اقل يعني ايه من ساعتين ثلاثه. وممكن طبعا الافضل كتير ان احنا نخليها من بالليل ونحطها طبعا في الثلاجه عشان الدنيا حر. وبعدين هنيجي بقى ايه هنشوف هنعملها ازاي. واهم حاجه تركها كده اهوت، احنا بنعملها وبنجهزها بتخليها طريه وبتخليها جميله. هنشوفها ايه ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله. اهي بعد ما تنقع بقى ان شاء الله هنروح نحطها بقى في القارب، وهنبدا ايه نجهزها بقى ايه، هنشوف هنجهزها ازاي. يعني من خلال لا نستخف بحجم التحديات التي تختلفها في الانتخابات، ونتفهم المخاوف القائمة عنها، ويجب أن نتعامل مع هذه المخاوف بجدية.